جيد، هذه الصور أين حظي ضيف الجزائر رئيس الجمهورية التركية الشقيقة السيد رجب طيب أردوغان، حظي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية بعد تحية العلم واستعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. استقبل السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية التركي وأخذ معه بعدها صورة تذكارية للصحافة الوطنية والدولية.